مرحبا بكم، مساء النور. حلقة الاثنين 28 أكتوبر 2024، حلقة جديدة من رونديفو نوف، يرافقني فيها كل من نزار مقني. مساء النور. رياض جراد، مساء النور. عديد العناوين باش تكون موجودة معنا اليوم في رونديفو نوف. باش نرجعوا لزيارة رئيس الجمهورية لدار الثقافة ابن خلدون ومعاينته وتقدم الأشغال، ثم اجتماع اللي عملوا في وزارة الداخلية. باش نحكيوا زادة على التعليمات رئيس الجمهورية بإعداد نص جديد يمنح الأولوية للشباب لبعض الشركات الأهلية. باش نحكيوا على خبر اللي قالب السوشيال ميديا، خاصة الفيسبوك والانستغرام وتيك توك، بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من صناع المحتوى والإنستغراموز كما نسميهم احنا. وزيرة العدل تأذن بفتح أبحاث ضد مضامين لا أخلاقية على تيك توك وإنستغرام. الحقيقة لدي الموضوع اللي كان تقريبا موضوع اليوم معناها ياسر دار، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. باش نرجعوا له بالتفصيل، ومن البارح وعامل حالة جدل الموضوع هذايا. المهدية البحر يلفظ 15 جثة خلال يومين، وسعر الزيت يا جماعة اليوم باش نفهموا كل التفاصيل المتعلقة بسعر لتر الزيت. وزارة الفلاحة ستوضح معنا بعد شوية ما تم تداوله حول سعر اللتر الواحد من الزيت الزيتون لهذا الموسم. ضيفنا باش يكون انطلاقا من الساعة 7 مساء سي محمد الناصر مرابط، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، باش نرجعوا معاه على ملفات عديدة أبرزها ملف العاملات الفلاحيات وكل الإجراءات اللي تم اتخاذها مؤخرا في هذا الموضوع الذي هو على غاية من الأهمية. باش نبدأ بالخبر الأول متاعنا اللي هو يخص إصدار رئيس الجمهورية التعليمات بإعداد نص جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب لبعث شركات أهلية. وضع ديوان الأراضي الدولية وضرورة تطهيره وكان محور لقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من وزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الجمعة الماضي. أصدر رئيس الجمهورية في الاجتماع هذا تعليماته بإعداد نص جديد يمنح الأولوية خاصة للشباب لبعث شركات أهلية، مؤكدا أن حوالي 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية إما أنها مهملة وإما أنها مستغلة بأبخس الأثمان لفائدة أشخاص منذ عقود، وهذا فضلا عن الفساد والاستيلاء على مساحات كبرى دون أي وجه حق قانوني وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما أوضح الرئيس بأن الأولوية مبدأ مكرس بالقانون ويجب أن يتم تكريسه في مجال استغلال الأراضي الدولية، وخلص إلى أن تونس في حاجة اليوم إلى جلاء زراعي جديد ينتفع به المواطنون ويعود بالنفع على الوطن كله، وتونس يمكن أن تحقق الاكتفاء الفلاحي لما تسخر به من ثروات نزار. هو تونس في حاجة إلى جلاء زراعي جديد، هو المحل الجملة هذه مرتبطة بالباك جراوند تاع رئيس الجمهورية، المرتبط كثيرا بالتاريخ وبتواريخ الاستقلال عن الاستعمار في مفهومه الكامل والشامل الذي عاشته تونس. يعني 1964 كان الجلاء الزراعي عن تونس. اليوم رئيس الجمهورية يذكرنا بذلك التاريخ الذي كان فيه المستعمر هو الذي يستولي على الأراضي الخصبة في تونس ويتمتع بها ويتمتع بخيراتها. اليوم يشير إلى نفس هذه المقاربة في علاقة بالأراضي الفلاحية والأراضي الدولية التي يمتلكها أشخاص ليسوا من يعني مش من حقهم، خاصة هؤلاء الذي الملاك الكبار الفلاحين والفلاحون الكبار على حساب بعض الفلاحين الصغار الذين يمكن من خلال هذه الـ الأراضي الفلاحية يمكن من خلالها أنهم يكونوا أولا ثروات لصالحهم، ثانيا يكونوا ثروات لصالح البلاد، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الكبرى على 230 ألف هكتار من الأراضي الدولية التي نجم نقولوا احنا في نطاق البور، التي لم تستعمل، التي لم تستغل. وبالتالي فانه بالرغم انه فما مجهودات كبيره مثلا من وزاره شؤون وزاره املاك الدوله بان تسترجع الاملاك هذه من العباد اللي اغتصبتها في فتره ما قبل ثوره 2011 ومن بعد ثوره 2011 اللي استندت الكثير من مش من الاصحاب اللي متواجدين ليهم. ويعني الذهاب نحو، وعلى فكره الاراضي الدوليه في تونس الرياض 500 ألف هكتار،
هي القيمه نتاعها. نحكيو هنا على الشطر نتاعهم، الشطر الاخر ما نعرفوش شنو هي الصيغه نتاعهم وصيغه الاستغلال نتاعهم من قبل شكون وفي ماذا تستغل. اذا 230 الف هكتار هذه يتم انتاجها مثلا في تجول الزراعات الكبرى، ناكد لك انه نجموا نحقوا الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير وعديد اللي كما نقولوا احنا الزراعات الاخرى المنتوجات الاخرى اللي من خلالها ممكن احنا نستفيد اقتصاديا. والديفيز اللي احنا ولات ولا العمله الصعبه اللي ولات احنا بالنسبه لنا احنا ولات كما نقولوا احنا اينيغم باش نحصلوا عليها، نجموا من خلالها هذه انه احنا نستغنيو عن ان نجيبوا القمح والشعير من الخارج بقيمه يعني 33 او 30 الف قنطار سنويا، وبالتالي نجم نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح خاصه اللين، وهذا ممكن اذا كان فما هناك اراده خاصه من قبل وزاره الفلاحه وكذلك عمل دؤوب من قبل وزاره املاك الدوله والاملاك الدوله والشؤون العقاريه ان تسترجع هذه الاملاك وتسندها لاصحابها في اطار اما شركات اهليه اللي هي إطار معين أو من خلال يعني أطر أخرى للاستغلال لفائدة خاصة الزراعات الكبرى. وضع ديوان الأراضي الدولية وضرورة تطهيره يقول البلاغ رياض. لهنا مربط الفرس اليوم أنه الرئيس الجمهورية يتحدث مع وزير أملاك الدولة ووزير الفلاحة أيضا على هذه المؤسسة التي يرى رئيس الجمهورية أن يجب تطهيرها اليوم كما يجب سن تشريعات من أجل منح الأولوية للشباب في استغلال الأراضي الفلاحية. هو في الحقيقة مش كان ديوان الأراضي، ديوان الأراضي شأنه في ذلك شأن الكثير خليني نقول من المؤسسات والمنشآت العمومية اللي تم العبث بها خلال عقود وخاصة خلال السنوات الأخيرة بعد 2011 في الحقيقة، وبالتالي لابد من يعني حوكمة هذه المؤسسات وتطهيرها ممن تسللوا إليها وعاثوا فيها فسادا، يعني بكل وضوح نقولوا الكلام هذا دون التجني على أحد، لكن هذا راهو حقيقة موضوعية يعلمها القاسي والداني، خاصة وأنه وهذا نجم نقولوه أنه فما بعض المؤسسات والمنشآت العمومية التي تم يعني تطهيرها خلال الأشهر الماضية وخلال السنوات القليلة الماضية رجعت معناتها شيئا فشيئا تستعيد العافية وتستعيد التوازن نتاعها معناتها دونك. وبالتالي ديوان الأراضي شأنه في ذلك كما قلت شأن الكثير من المؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى. وحينما نتحدث راهو عن الأراضي الدولية تقريبا الأراضي الدولية راهي موجودة في كل جهات الجمهورية، وهي كما قال يعني وكما أشار السيد رئيس الجمهورية مع وزير أملاك الدولة وكاتب الدولة هي إما مهملة ومتركة، وهنا نتحدث عن عشرات إن لم نقل مئات ألاف الهكتارات، أو أنه يتم استغلالها بطريقة عشوائية وتيلة عقود من أشخاص عاثوا فيها فسادا أيضا. وبالتالي لابد أيضا اليوم أنه الدولة تسترجع يعني ملكها، تسترجع هذه الأراضي الدولية واستنادا للأولويات تمنحها وتوزعها خاصة للشباب العاطل عن العمل من أجل الاستفادة منها ومن أجل يعني استغلالها بطريقة مثمرة لا تكون بطريقة عشوائية كما كانت عليه. راهو كيف حكيت أو مثلا نزار على الحبوب اليوم راهو خاصة في ظل التحولات والصراعات الموجودة في العالم وهذا عشناها احنا خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، راهو من المهم جدا أن يتم استغلال هذه الأراضي الدولية أيضا بطريقة جيدة ومن خلال أيضا استغلالها خاصة في الزراعات الكبرى كما نحكيه على الحبوب من أجل توفير الاكتفاء الذاتي للتوانسة ولا يتم استغلالها هكذا عشوائيا وبطريقة غير نافعة وبطريقة غير مجدية لا بالنسبة للي استغلوها ولا بالنسبة كذلك للمجموعة الوطنية. واضح. ما أكثر الأخبار اللي أثارت جدل في الساعات الماضية إصدار النيابة العمومية اليوم تونرجو بعت لك على بلاغ وزارة العدل بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من صناع المحتوى من الانستغرامرز ولا الانستغرامر ولا حصيلوا صناع المحتوى ومن بينهم أسماء معروفة قال لك نزار على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالتجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغير
غيرها من التهم ذات الصبغة الأخلاقية. احنا باش نفهموا أكثر لأنه حاجة جديدة علينا هذه معناها الإحالات هذه مش رام ليز انستغراموز ولا لا خاطر فما ثنائيات زادة أي ولا, ولا وما يقولونه جد علينا لا فما سنوات معناها تبارك الله توا وهناك الحقيقة فما حالة فوضى موجودة الفوضى لكن باش نفهموا من المنحة القانوني معنا مباشرة مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنصير والمهدية الدكتور والقاضي سيفريد بن شحاح سيد الرئيس مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بك وكافة المشاهدين. لو كانت تفسر لنا الذي ورد في الخبر رئيس اليوم الإحالة. أنا مش باش نحكي كمساعد الوكيل العام ولا كناطق رسمي وليس كناطق في الوزارة جيست باش نتفاعل على مستوى الموضوع اللي كنت تطرقت له فيما مضى حول جرائم التيك توك. وكلنا تفاعلا مع الكوميونيكي اللي هبط من وزاره العدل من بلاغ النيابه العموميه من صلاحياتها ان تتحرك اذا طلبت منها وزاره العدل لان وزاره العدل هي رئيسه النيابه العموميه واستنادا الفصل 23 من مجله الاجراءات الجزائيه وقتها يكون عندها علم بجريمه نجم تطلب من ممثل النيابه العموميه انهم يتحركوا وتقع اثاره الدعوه العموميه استنادا الفصل 23 وهذه مش بدعه بل موجوده في مختلف الديمقراطيات العالم. يعني النيابه العموميه تتبع في جانب منها للسلطه التنفيذيه. دونك استنادا لما ورد في ذلك البلاغ فالنيابه العموميه بتونس تحركت وتم احاله نتصور بعض معاينه بعض المواقع وتم احاله صناع محتوى على انظار مجد جناحي كما كنت تحكي تو من اجل جرائم وردت في مجله الاتصالات فيما الاساءه الغير عبر الشبكات العموميه للاتصالات وهي جريمه وجرحه خطيره توصل فيها العقوبات الى عامين سجن ومضايقه الغير بوجه يخل الحياه فهي وردت في المجله الجزائيه كيف هي جناح تتعاقب بالسجن. دونك هذا تحرك النيابه العموميه كان استنادا الى امر وزير العدل بانتظار انه تتحرك النيابه تلقائيا لتتبع بقيه صناع المحتوى فيما خصوص ما يعرف بجرائم التيك توك او بقيه مواقع التواصل الاجتماعي. جرائم التيك توك اليوم احنا في صدد استعمال نصوص موجوده سيد الرئيس معناتها ما نجبناش نصوص جديده والا عملنا نصوص خصيصه لهذه المساله حسب ما فهمت منك اني احنا باش نستعملوا نصوص قانونيه هي موجوده قانونيا ولكن سيتم تفعيلها من اجل ملاحقه صناع المحتوى هذوما. جوستومون هو كل جريمه ما نجموش نعاقبوها الا اذا كان فما نص قانوني سابق الوضع يحدد الجريمة ويضع العقوبة وهذا ما يعرف بالركن الشرعي للجريمة أو ما يعرف بشرعية الجرائم والعقوبات وكنت دخلت منذ فترة في وسائل الإعلام عفوا كنت ذكرت أنه راوا الأفعال المناسية للأخلاق الحميدة تجرمها المجلة الجزائية كما تجرمها المرسوم 54 كما تجرمها مجلة الاتصالات رغم أن النصوص مشتتة فإنه الإطار القانوني موجود والأفعال هذه كما تجرم في العالم المادي فلا تجرم كثير في العالم الافتراضي. اي وانت رئيس هذه يلاحق بها سواء كان المقيمين في تونس او خارج تونس حسب ما فهمت. بطبيعه الحال شوف هو المبدا انه يقع تتبع كل من ارتكب جريمه على التراب التونسي. وهذا ما يعرف بمبدا الاقليميه نتاع النص الجزائي. لكن لما كي نحكيو على جريمه الكترونيه ولا جريمه سايبرنيه هذم جرائم ما يعترفوش بالحدود لانهم يدخلوا لاي منزل. بطبيعة الحال كل محكمة نجم تكون مختصة بتتبع هذه الجرائم وإذا كان حكينا على صناع محتوى مقيمين خارج التراب التونسي ولهم الجنسية التونسية وقاموا بالإساءة وارتكبوا هذه الجرائم فده مجلة الإجراءات الجزائية تمكن من امتداد نظر المحاكم التونسية وإمكانية تطبيق القانون التونسي حتى على هؤلاء الموجودين خارج التراب التونسي استنادا إلى ما يعرف بمبدأ الجنسية أو مبدأ الشخصية بشرط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع هذه الدول. دونك لنا اللي باش يصير هو انه يقع فتح ابحاث ويمكن طلب تسليم هؤلاء المجرمين لمقاضاتهم او لتنفيذ العقاب عليهم بعد صدور احكام ضدهم. اي نذكروا وانت معنا السيد الرئيس بانه كانت وزيره العدل السيده ليلى جفال اذنت النيابه العموميه باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه للتصدي لعدد من الممارسات الوارده على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصه تيك توك وانستغرام والمتضمنه لمحتويات معلوماتيه تتعارض مع الاداب العامه او استعمال عبارات او الظهور بوضعيات مخله بالاخلاق الحميده او منافيه للقيم المجتمعيه من شانها التاثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون
مع المنصات الإلكترونية المذكورة، وقد اتخذت هذه الإجراءات على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد مستخدمي هذه الشبكات لعرض ممارسات تتضمن محتوى يتعارض مع القيم والأداب العامة، وفق بلاغ صادر أمس عن وزارة العدل، كما دعت الوزيرة إلى فتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية. هذا هو بلاغ وزارة العدل اللي سيادتك حكيت عليه سيد الرئيس. راهو نزيد نذكر راهو حتى المرسوم 54 أي يضمن سوء التجريه نجم توصل فيها العقوبات الى 6 سنوات سجن ما تم استعمال قصر من طرف صانع المحتوى وكانوا ظهروا في اطار ايحاءات جنسيه. كما تنجم اذا كان ثبت ركن الاستغلال لكل من يظهر في هذه المواقع فانه تنجم ترقى الجريمه حتى الى جريمه التجاره بالبشر. دونك النصوص موجوده والقاضي الجزائي هو الذي يكيف الافعال حسب الوقائع الموجوده وحسب ما يجده في تلك المحتويات، وينجم كل مواطن يحس روحه متضرر من هذه الافعال المخله بالحياه او اساءه اليه عبر هذه الشبكات انه يتقدم بشكايه للنيابه العموميه، والنيابه العموميه من دورها انها تقوم باثاره الدعوه العموميه ضد كل شخص اجرم سواء في العالم المادي او في العالم الافتراضي. واضح. رئيس نستغلوا وجودك معنا قبل ما تغادرنا باش نحكيوا على الان بصفتك مساعد وكيل جمهوريه ومناطق رسم باسم حاكم المستير والمهديه مساعد الوكيل العام المناطق الرسمي باسم المحاكم المستير والمهديه، شنو اخر التطورات بخصوص الجثث اللي لفظتها شواطئ المهديه وتحديدا سواحل سلقطه والشابه وملولش خلال اليومين الاخيرين؟ كو خلال 3 أيام نقول حتى اليوم معناها نحكيو على سبت والحد والاثنين لانه مالوريزمون شواطئ اللي كنت تبقى فيها لفظت الى حد الان 19 جثه شبه متاكله. دونك تم لفظها باستشاره النيابه العموميه بالمهديه اذنت بتعهد الوحدات الامنيه للحرس البحري بالمهديه لفتح ابحاث في الموضوع لمعرفه اسباب الوفاه هذه واسباب الغرق وتحديد جنسيات او جنس الجثث هذه. دونك تم اخذ عينات من هذا الجثث وعرض على المخابر الجنائيه لوزاره الداخليه في انتظار ان يقدموا عائلات هؤلاء الاطراف المعفوش اللي هم يرجعوا الى شخصيات من جنسيات تونسيه او من افارقه جنوب الصحراء. حتى الان هذا ما نجموش تاكدوه في انتظار اخذ العينات والتحاليل وتقدم من معناه يعلم عن اختفاء الاشخاص هذه. وحتى الان ما نعرفوش هل انه الغرق هذايا نتيجة عمليات اجتياز فردية أم نتيجة وفاق إجرام مياد في الاجتياز الحدود البحرية خمسة أم نتيجة معناها اتجاه بالبشر. هذا الكل سابق إلى وين إلى حين تقدم الأبحاث. واضح. شكرا لك السيد القاضي مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنسير والمهدية سي فريد بن شحا كنت معنا بالهاتف. شكرا لكل هذه التوضيحات. نرجع الموضوع بطاقات الإيداع بالسجن في حق صناع المحتوى. نزار ربما الإجراء هذا جاء فما شكون يتحدث على معناتها فما تخوف من الحد من حرية التعبير أو التدخل في فيما ينشر، لكن فما زاد برشا أصوات أخرى في المقابل تقول وأنه هذه ولات آفة كبيرة برشا خاصة تيك توك وأنستغرام، وهناك عديد القصر والمراهقين اللي سقطوا في قضايا خطيرة جدا وأنا حتى نعرف حالة في الدنيا معناها جراء استعمال المنصات هذه. وفما قضايا حتى على مستوى دولي ما نعرفش كنت تذكروا حجام الحلاق متاع الأطفال الصغار متاع لبنان اللي طاحت شبكة كاملة معناها تحدث عليها العالم كان يقودها تيك توكر معروف واللي هو حجام بتاع أطفال صغار اكتشف من بعد أنه هو يدير شبكة للدعارة. اليوم كيفاش تقرأ القرار هذا؟ شوف أنا القرار هذية بالنسبة لي أنا الحرية عندما تمارس أكثر من الحد يعني تنقلب إلى الضد. شو معناها؟ معناها اليوم أصبح الفضاء الإلكتروني فضاء مستباح من قبل الكثيرين في إطار ما يسمى بصناع المحتوى وصناعة المحتوى. لهنا هذا مبحث كبير وكبير جدا حتى موجود اليوم وموجود ومفتوح اليوم في كبرى
لما نقول عنه الديمقراطيات الليبرالية في العالم، في مثل الولايات المتحدة الأمريكية بعض المقاطعات الأمريكية والولايات الأمريكية حظرت مثلا تيك توك بون في إطار صراع سياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن في الأخير فما صراع قيمي بين اللي نقول المعسكر الصيني والمعسكر الغربي. لهنا حتى أوروبا كذلك، يعني اليوم هناك يعني نقاش كبير وكبير جدا حول التيك توك وحول دخول التيك توك إلى هذه المجتمعات وتغيير القيم. النقاش هم طلبوا منه مجموعة من الطلبات، إذا ما نفذهاش سوف يتم حظره في الاسباس شنغان، معناها في كل الاتحاد الأوروبي. نعم بالضبط، هذا اللي حبيت نشير. لكن في تونس، لهنا في تونس هنا فما أربع محاور حبيت نشيرهم ديجا قلت لك قبيله. فما محور حول الأخلاق، خاصة لهنا الأخلاق، شكون باش يحددها الأخلاق في مفهوم على العام؟ هل هي محددة؟ خاطر في نص القانوني كي نقراو النص القانوني نلقاو خاصة 226 مكرر يقول لك يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر بخطيئة كذا كذا من يعتدي على الأخلاق الحميدة والأدب العامة. لهنا نتحدثوا عن وسائل التواصل الاجتماعي، هل أنه وسيلة التواصل الاجتماعي مثلا الكونت نتاعي لازم نعتبروه فضاء خاص ولا فضاء عام؟ لهنا إشكالية القانون ما حلهاش، المشرع لم يجد لها حل معناتها اليومين هذا. اذا باش نحكيوا على مرسوم نقولوا مرسوم لم يحدد اليوم صيغته القانونيه قطر ما تعرضش على التنقيح نتاعو من قبل مجلس نواب الشعب. فتجارب المقاربه اعتبروه فضاء عام. فضاء اوكي، فضاء عام نجمو نتحثوا فيه، اذا هو فضاء عام ولا فضاء خاص؟ فهمت؟ لهنا هذه اشكاليه من الاشكاليات لازم تطرح. انا نطرح الاشكاليات راه انا تشوف موقفي شنو موقفي، علينا ان نرشد الفكر حول القضيه هذه باش ما تصبحش فيما بعد اني مدونه قانونيه تستعمل غير الصالح نتاعها في 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 مربعات اخرى، مثلا في مربع سياسي، في مربع حريه التعبير. لهنا الجدل لازم يتقام. لهنا المحور الثاني محور قانوني، محور قانوني في حد ذاته كما قلت لك فما ليميتاسيون، حدود القانون التونسي ما يسمحلوش ممكن في بعض الاحيان انه يخوض في مثل هذه الاشارات لانه مش ادابتابل. وديما نقولوا احنا لازم فما ثوره تشريعيه على مستوى التشريعي باش تولي مثلا المجله الجزائيه اللي كانت فما يعني على سبيل الذكر الحصر فما يعني كانت فما اشاره او المحاوله لتعديلها سنه 2018 لكن لم تمرر الى مجلس نواب الشعب مثلا. به وفما المحور الثالث يتعلق بحريه الاعلام، حريه الاعلام وحريه التعبير وضمانات ممارستها. يعني اذا باش نمشيو في اطار هذايا، هل انه نجمو نعتبروا التاويل في حد ذاته، تاويل الفعل هذايا اللي باش يقوم به صانع المحتوى هو منافي للاخلاق ولا مش منافي للاخلاق؟ من يقوم بالتاويل؟ اذا باش نخليو القاضي يقوم بالتاويل، مثلا القاضي اذا كانت عنده خلفيته محافظه سوف يعتبر كل شيء صادر عن صانع المحتوى هو في الاخير منافي للاخلاق، يعني ما عندناش في الاخر بالكل مفهوم للاخلاق في مفهوم الحاضر، في مفهوم نتاع الثوره الرقميه الثالثه اللي قاعدين عايشين فيها تو. هذا اللي لازم نحلوا عليه الموضوع به. وثالث حاجه القاضي هذا كان عنده باك جراوند كما نقولوا احنا متقدميه بعض الشيء، يمكن انه يقول انه يعتبر بعض الممارسات الغير أخلاقية اللي نعتبروها بين ظفرين هي ممارسات في الأخير أخلاقية. شكون معناتها الحكاية من هنا ومن هنا، مش من في اتجاه واحد، في اتجاه هذا وفي الاتجاه هذا. لازمنا لهنا نقاش مجتمعي مش نقاش سياسي فقط. النقاش المجتمعي يتم كما يجم يتم في إطار سياسي، في إطار مجلس نواب الشعب ولا مجلس الجهات والأقاليم اللي هي الغرفتين النيابيتين، أو يتم في إطار الإعلام كما قاعدين نقوموا فيه تو، أو في إطار آخر اللي تجي من خلاله المناقشه الراي والراي الاخر باش نخرجوا في الاخير باستنتاج كبير باش نحميوا المجتمع نتاعنا من ضمن هذه الافات. محور رابع ومحور المهني، محور مهني كبير وكبير ياسر، ولهنا نشوفوا انه صناع المحتوى هذوما يقوموا بمحتوى هو محتوى بالنسبه لي انا كصحفي رذيل ورذيل جدا، وفيه كثير من كما نقولوا احنا الميديا دي بوبيل، مثلا الميديا المزابل، فهمت؟ ميديا المزابل هذه بدات تطغى حتى على الميديا التقليديه للاسف، وهذا شفناه هو من اكثر الاشياء اللي شفناها مسيطره من طوال يعني من سنه 2011 الى يومنا هذا. و
اثرت حتى وانعكست حتى بالسلب على المشاهد وحتى على التسطيح نتاع الوعي نتاعو في ممارسته الاجتماعيه. ومن هنا ما ننساوش انه فما انعكاسات نفسيه كبيره وكبيره جدا. هذه المضامين هذه الاعلاميه والمضامين الرقميه هذه قاعده تنفلونسي بطريقه سلبيه وسلبيه جدا، خاصه على الاطفال اللي هما ما عندهمش ما تطوروا المدارك نتاع الفلتراسيون نتاع لي ميساج. لهنا نجم نرجعوا كما قلت نهار الجمعه انه راهو لازم التربيه على وسائل الاعلام للنشء نتاعنا منذ السنوات الاولى للمدرسه، يعني منذ سنه اولى لما لا حتى منذ التحضير حتى تمتد التنشئه هذه حتى لحدود الكوليج يعني سنه سابعه وثامنه وتاسعه. رياض نزار يقول لك من يحدد المعايير؟ اليوم فما اكثر من صيحه فزاعه معناها عملوها حتى ناس ديجا هم قبل بثوا شويه رداء عملوا صفحات صيحات فزاعه، برشا صيحات فزاعه من ما يبث على تيك توك وعلى انستغرام على حتى على فيسبوك ويمس شريحه هشه قانونيا وحتى قانونيا واجتماعيا، حتى قانونيا راهو المراهق يعتبر من الطفل يعتبر من الشرائح الهشه خاصه الطفل. اليوم يقول لك من يحدد هذه المعايير؟ من يضع الحدود؟ باش نجم تتقلب الحكايه معناتها تولي تسكير جمله. بالضبط. والله ليه ما فماش تسكير جملة وحتى واحد راهو محكي على حجب أو على غلق هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك انستغرام وتيك توك، وأصلا حتى تقنيا أعتقد أنه هذا غير ممكن، ولكن ليه غير ممكن واحنا اليوم نعيش معناتها العالم بمثابه القريه وما نجموش احنا زادة نقطعوا معناتها كل الاتصالات وكل اللي صاير في العالم فقط لانه فما بعض الاشخاص يمارسوا في بعض الممارسات المخله بالشرف او المخله بالحياه. لكن اجابه على سؤالك احلام، احنا للاسف كل ما طرحنا موضوعا جديا الا تتعالى بعض الاصوات ومن باب خالف تعرف ويبداوا معناتها يتفلسفوا برشا ويعقدوا في الامور بطرح معناتها اشكالات وتساؤلات هي غير مطروحه بالمره في الشارع التونسي وفي المجتمع التونسي. راهو في كل المجتمعات وفي كل دول العالم فما ما يسمى بالحد الادنى المشترك الذي يجب ان يلتقي حوله كل المواطنات والمواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وأفكارهم وأجناسهم. يعني فما بعض الممارسات اللي نشوفوا فيها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكما قلت على وجه التحديد وبالخصوص انستغرام وتيك توك، راه ما فما حتى شخص سوي في تونس ينجم يقبل بالممارسات هذيك. وبالتالي إذا فما ممارسات ما ينجم حتى شخص واعي وسوي يقبل بها، إذا تلك الممارسات هي تمس يعني بالأخلاق الحميدة وتمس بالوعي وتمس بالذوق العام وتصبح موجبة لتتبعها لا أكثر ولا أقل. معناتها راهو باش ما نتفلسفوش برشا زادة وباش ما نعقدوش الأمور برشا. وأنا أحلام وقلتها حتى في حصص سابقة، أنا من الذين يؤمنون بأنه الدولة تربي والدولة توعي والدولة يجب أن تتدخل في كل مرة حين تنفلت الأمور من أجل الارتقاء بالوعي وبالذوق العام. لأنه راهو خلينا نكون واضحين وبكل صراحة ونحكي بكل شفافية وكما تواسوا مع التوانسة، راهو اللي نشوفوا فيه خاصة على تيك توك تجاوز كل الحدود وتجاوز كل الخطوط الحمراء من قبل البعض، ودائما في إطار التنسيب أقول البعض لأنه راهو زادة كما فما ممارسات لا أخلاقية وممارسات مخلة بالحياة ومخلة بالشرف، راهو فما كذلك مضامين ممتازة جدا تاريخية وتثقيفية وتعليمية وتسويقية وإشهارية وحتى مضامين عائلية تنجم العائلة الكل وينجم أي شخص عاقل وسوي يتبعها ويتأثر بها إيجابيا. ولكن في المقابل راهو بعض رواد هذه المواقع راهو يمارسون الشعوذة ويمارسون الدعارة علنا وعلى المباشر، يحل لايف ويبدأ يمارس في الشعوذة ويمارس في الدعارة معناتها وكلام زايد وكلام معناتها مخل بالحياة ومخل بالشرف على مرأة ومسمع من الجميع.
وفي لايف ينجموا راهو يوصل يتبعوه حتى مئات الالاف ان لم نقل الملايين، وتنجم تتاثر به العائلات وينجموا يتاثروا به صغيرات. ومن بعد نتسائلوا علاش معناتها فما بعض المظاهر الغير عاديه انتشرت في مجتمعنا، ومن بعد نتسائلوا علاش عايشين هالتفكك الاسري، وعلاش العائلات ما عادش تحكي مع بعضها، وعلاش معناتها الصغار حتى الاولياء فقدوا السيطره عليهم، لانه الصغيرات عايشين في عالم افتراضي وفما سموم تتبث لهم وسموم تتروج لهم على هذه المواقع، وكما قلت خاصه انستغرام وخاصه التيك توك. هذه من اللي تسرب الاعلام زاد رياض المحتوى الرديء هذا. يعطيك الصحه. اكيد شفتكم فما برنامج لا داعي للتصنيف وهو رياضي، باش ما نعملوش اشهار. برنامج معناتها تم التحرش فيه بامراه على المباشره اللي هي حكمه اجنبيه، وكانت التداعيات معناتها على مستوى العالم، معناتها العباد معناتها الطريقه نتاع الحديث اللي صارت في الـ في الـ في, الـ في, في البلاتو معناتها كانها في القهوه والا في الشارع او ما تعرفش في اي مكان، ماهوش بلاتو نتاع اعلام على الطريقه اللي تحكي عليها انت تويكا اللي هي سربت نوعا ما راهو مش حتى الاعلام زاد مش ناقص شعب معناتها مجموعه من الممارسات تسربت الى الاعلام، وفما ناس ساعات تنسى روحها اللي هي قاعده في بلاتو ولا تنسى روحها اللي هي حاله لايف، وفما ناس زاده نزار، وخاصه للاسف يعتمدوا نوع معين من الكلام البذيء ومن المصطلحات المخلة بالحياة من أجل تكثيف المشاهدة وجلب سريع. المشاهدة لا وخاصة من أجل أنه يتعرفوا بالشعب تحكي عليه فيستعمل أسلوب معناها معين اللي هو يعتبر مجرم قانونيا، ما تكتشف في دولة أخرى أجنبية يجرم قانونيا، ولكن رغم ذلك ينشطوا عندهم سنوات وتتعامل معهم الماركات وتتعامل معهم المؤسسات وتعطيهم إشهار وتعطيهم ببليسيتي، وفي أحيانا ما تعطيهاش المؤسسة إعلامية تمشي تحطها هو هذا أحيان الحقيقة. احنا ديما كيف نحكيه على بعض الظواهر وبما في ذلك هذه الظاهرة دائما ما نتحدث عن المسؤولية المجتمعية ودور كل طرف في على الأقل في الحد من هذه الظواهر. وديما الحقيقة وانت قلتها معناتها اليوم تعالت صيحات الفزع واختلط فيها الحابل بالنابل، حتى أولئك الذين ساهموا وروجوا وشجعوا على هذه الممارسات التي انتقلت من بعض البرامج في وسائل الإعلام إلى الانستغرام وتيك توك، أو جيت من الانستغرام وتيك توك ومشيت لوسائل الإعلام. راهو يلزم نذكروا بحاجة، راهو حاجة غريبة وعجيبة، واعتقد زاد تو يلتحق هو راهو بيركب هذوما المدعين اللي يطلقوا في صيحات الفزع. راهو فما مقدم احدى البرامج في احدى القنوات هبط فيديو لامراه ضبطت زوجها مع امراه اخرى في جلسه خمريه، فاستدعاها مقدم البرامج هذا الخشين برشا وجعل منها نجمه، واصبحت بالعكس تشتغل وتدخل في برشا فلوس. باش نفهم وين وصلنا، راهو فما مقدم البرامج هذا، راهو هذا اللي دخل لديار التوانسه المشعوذين والمشعوذات، راهو السيد هذا اللي يجيب في الحشاشين ويجيب في مستهلكي صحيح ومروجي المخدرات ويجعل منهم نماذج ويجعل منهم مشاهير ويجعل منهم نماذج يحتذى به بالنسبه لصغيراتنا وشبابنا. تو يلتحق لو توعد كبير خلال نهايه الاسبوع هذا، تو يلتحق حتى هو بركب الناس اللي يعملوا في صيحات الفزع والناس اللي مش عاجبهم الوضع في انستغرام وتيك توك. هو من بين المساهمين ومن بين المروجين ومن بين اللي شجعوا على هذا، معناتها مش معقول لو زاد يختلط الحابل بالنابل. حتى اولئك الذين اجرموا واولئك الذين ساهموا في الخور وفي الممارسات اللي عايشينها هذه الكل يولاوا هما اليوم انقياء ومحلاهم وكيوت، ولاوا زاد واعظين وناصحين ومرشدين. العباد زاد هذوما يلزم يحشموا على رواحهم. وانا والله كانك علي انا ادعو النيابه العموميه ان لا تقتصر في تتبعاتها على رواد او البعض من رواد الانستغرام والتيك توك فقط، يمشيوا زاد يتبعوا الاعلام شويه، خاطر زاد فما جماعه في الاعلام يلزمهم يتلموا زاد شويه، ويلزم يعرفوا شنو معناتها ذوق عام وشنو معناتها اخلاق حميده وشنو هو معناتها تلفزه تدخل لديار التوانسه الكل. راهو يا احلام راهو العباد هذه مش تفهم، راهو ما يفهموش اللي راهو التلفزه اللي تدخل لكل دار توانسيه راهي تكاد تكون
وسيلة الترفيه الوحيدة بالنسبة للعائلات التونسية اللي البو ولمو الصغيرات يتلموا باش يتفرجوا في محتوى محترم ينجم يتفرجوا فيه. مدفع تصويرة حكمة وتتكلم بتلك الطريقة وتعتبر معناتها في نفسك لحد في محتوى تحرش على المباشر وتحكي عليك القنوات الدولية. كل القنوات الدولية خذيت المقطع هذاك وعنوانته بمعلقون تونسيون يتحرشون بحكمة تركية كذا وكذا. خاطر أنا نعتقد اللي توا كل المتابعين والمشاهدين يتساءلون عن الخمسة هذوما اللي تم إصدار بطاقات إيداع في حقهم. احنا ماناش في وارد التشهير الحقيقة باش نسميه، أما النجم ربما نعطيه الأحرف الأولى من أساميهم لو كان تسمح أحلام. تفضل ابحث معنا. الانستغراموز بالضبط ما يسالش للتشويق، الانستغراموز الشهيرة هذه الكنية متاحة تبدأ بحرف اللي، خاطر على ما أعتقد مش اسمه يبدأ بحرف اللي، لي سي بي. فما امرأة أخرى زادة يبدأ اسمها بحرف الشيء. والله أنا بدي ما نعرفهمش لو صدقني. فما أسامي أول مرة نعرف نسمع بهم. بون فما اسم لا محالة نعرفه. به الاسم الآخر يبدأ بحرف العاء. هذوما ثلاثة نساء. زوز رجال، واحد اسمه يبدأ بحرف الراء. والاسم الآخر يبدأ بحرف الخاء. وراهو بطاقات الإيداع اليوم تعرف أهميتها في شنو؟ يعني الحقين الخاء ما طلعتوش. خاء حتى ما عرفتوش. تعرف أهميتها في شنو؟ بطاقات الإيداع اليوم. لازم يفهموا كما قلت أنه راي الدولة تربي والدولة راي توعي والدولة راي ترتقي. عندها مسؤولية على الشأن. وعندها مسؤولية. وعندها مسؤولية خاصة حينما يتحول الأمر إلى معناتها على عينك يا تاجر. خلينا نقول هو المبحث هو مبحث كل صراحة هو راهو الشيء معناتها فاق كل الحدود. هو راهو الجدل مش كان الدولة هي راهي اللي لازم تتدخل في الفضاءات هذه. فما مسؤولية مجتمعية اللي تشرف عليها خاصة الأسرة. راهو قبل راهو كنا نحكيو قبل ما يجي القانون هذايا راهو فما كانت الأسرة الصغيرة هي المسؤولة على لي فالور على القيم المجتمعية اللي علمها لي بابا وبوك وأمك وأمي اللي علموهم. غادي الإشكالية الإشكالية في النواة هذه الأولانية نتاع المجتمع اللي قاعدة تتفكك لهنا الإشكال. اسكو الدولة تشجع متعوض شيء هذا. انا لا اظن ان الدولة نختلف معها لازم نقدموا شوية ان الدولة تجي متعوض هذه المسؤولية المجتمعية اللي تكفل بها النواة الاولى من المجتمع وهي الاسرة اللي تعيش في حال الاسرة التفكر. والعائلة بلي خلينا نختم في تفاعل انا مع الموضوع هذا. راهو الشباب اليوم هو امهات واباء المستقبل. اذا الشباب اليوم يقبلون ويعاينوا ويتبعوا ويتأثروا بالشيء هذا، كيفاش تحب تصنع منه أب ناجح وإلا أمي ثانية؟ نحكي لك على توي رياض مش إيه نحكي على توي أنا نحكي على توي. سامحني اللي توا مرأة معرسة عمرها 27 سنة ولا 30 سنة يا أخي قبل ب 10 سنين قديه كان عمرها؟ كيما كان عمرها 20 سنة وأدمنت كذلك وتعاطت مع هذه المحتويات وهذه المضامين وتأثرت بها سلبا. هذاك علاش ما تنجمش تكون أم ناجحة؟ الإشكالية من مسؤولية كان أم فاشلة. مع احترامي بطبيعة الحال للعائلات التونسية ولكل الأمهات والآباء اللي تبعوا في صغارهم وناجحين وما في ما المسؤولية لهنا. المسؤولية كيفاش الدولة تحب تبحث البحث الصحيح. البحث الصحيح كيفاش نجمو نرجعوا الأسرة النواة الأولى متاع المجتمع لوظيفتها الطبيعية وظيفتها الأساسية لأن تعلم القيم الأساسية والطبيعية تدخل فيها عدة عوامل. لهنا الدولة لازم تتدخل مش تتدخل في الحاجات هذي بطبيعة الحال هي المقاربة الشاملة تتدخل في المقاربة الأساسية هي بطبيعة الحال مقاربة شاملة. وكيما وقت نحكيو على المخدرات ماهيش مقاربة أمنية قضائية ردعية بمثال. فما كذلك التربوي وفما الثقافي وفما وسائل الإعلام وفما كل شيء. هو جدل مجتمعي مش جدل سياسي فقط. هو جدل مجتمعي تو بربي سامحني بسرعة بربي بعزل عنا برشا أخبار وتليفون. ما تجمش وحدة هي اللي تقوم بالشيء ذايرة. متفقة معك. باهي نمشي وعاين رئيس الجمهورية. نرجع شوية للويكاند. عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تنقله مساء الجمعة الماضي إلى وسط العاصمة تقدم أشغال إعادة تهيئة دار الثقافة ابن خلدون كما قاعدين تشوفوا توا على الشاشة التي أذن بها. ولاحظ رئيس الدولة عديد النقائص التي أكد على ضرورة الإسراع بتداركها مؤكدا أنه لا يمكن القبول بترميم ظاهري ولا بأنصاف حلول. نسمع رئيس الدولة. وين وصلت الأشغال تقريبا؟ تقدمنا بنسبة 80% هذايا مغطين ونحن ثاني موزعيك في القاعة عامة التدخل في لا نتبع في التدخلات ولكن يلزم يخرج في أبها قلنا نفسه مازال هو
وخاصة بالنسبة للمربع هذه المفروض تكون في مستوى المركز وتكون معلم للحفاظ عليه ثم تزيد قيمة أخرى لكن من الرضا هذا ما تجيبش تقوم بشكل لا أكدون معنى الخدمة ناقصة برشا حتى بالنسبة للتقليد بتاع مش باش نخليو معنى الوضع هناك كراسي تغير والنشاز اللي موجود بمقابليت هذا من لون وداخل من لون ما حاشناش بالشكل هذا مش مقبول بالشكل هذا مش مقبول مش تكون منارة وإن شاء الله تكون مكان ثقافة في تونس والتناسق والتناغم مش بالشكل هذا من دار ثقافة ابن خلدون دار ثقافة الحقيقة اللي هي الوضعية نتاعها ماهيش بهية بالكل راهو الوضعية نتاعها داخليا معناها هي ومجموعة من دور الثقافة الاخرين وضعيتهم سيئة الحق تحول رئيس الجمهورية اثر الزيارة لدار الثقافة الى ساحتي برشلونة والمونجيبالي وما ادراك ساحة نتاع المونجيبالي بالطبيعة نعرف واش صار فيها في السنوات الاخيرة واذن باعادة تهيئتهما لغرار ساحة باستور كما استمع الرئيس الى معاناة عدد من المواطنين بخصوص النقل مؤكدا على وصول مجموعة من الحافلات في أقرب الأجال نسمع رئيس الجمهورية ولا بد من تطهير تونس ولا بد من الانتصار في الحرب وذاك معنا المشاريع هذه إن شاء الله تو يتم الإيجاد حلول سريعة وتكون ما فيها حد شيء هاك شوف الوضعية شوف الأوساخ شوف ناجد وخلدون الكل زيد تونس حق وضع أفضل بعشرات المرات توجه رئيس الجمهورية أيضا إلى مقر وزارة الداخلية أين اجتمع بكل من وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف الأمن الوطني وعدد من القيادات الأمنية وشدد رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود ومزيد البذل والعطاء للتصدي لكل أنواع الجريمة ولفرض احترام القانون وفق بلاغ رئاسة الجمهورية إذن نزار بعد الساحة متاع باستور وبعد المسبح البلدي اللي كان متعطل قبل بسنوات اليوم رئيس الدولة يتنقل إلى أماكن تعتبر رمزية لحقيقة ساحة برشلونة ساحة المونجيبالي خاصة دار ثقافة ابن خلدون دار ثقافة ابن خلدون بلايس معناها هذوما رمزيتهم كبيرة برشا وتعرضوا إلى مظالم كبيرة برشا لأنه ما توفرت لهمش لا العناية اللازمة من الدولة حتى عديد الممتلكات العمومية قاعدة تتداعى والزحف متاع انتصاب الفوضوي وخاصة في ساحة برشلونة في فترة ما تنجمش تعدى بالغادي بالكل رئيس الجمهورية اليوم على غرار ما حدث في ساحة في ساحة برشلونة ساعات كنت كام أنا نكمل مخر باش نمشي ناخذ ترام معناتها الضاحية الجنوبية ساعات تشوف تتعدى من غادي أنا ريت حاجة في ساحة برشلونة رياض أنا ريت حاجة في ساحة برشلونة أنا شخصيا ريت حاجة في ساحة برشلونة في وضح النهار ريت قصر في ساحة برشلونة يعملوا في الزريرق في ساحة برشلونة موجود تحت الشجرة هذيك الكبيرة أصبح مكان غير آمن ساحة برشلونة أصبحت مكان غير آمن إلى مكان مشبوه مكان نظرا للممارسات اللي تم ارتكابها فيه حتى بالضبط البركاج وكذا قلت لك أنا نتعدى من غادي في اللي نكمل ساعات مؤخرا نتعدى من بلاس من ساحة برشلونة باش نمشي ناخذ ترا نشوف في ممارسات ساعات ناس تخطف يعني أنا ريتهم معصاتين متاع القائلة معناتها هذه حاجة وقت اللي شفت معناها المشهد تصدمت لأنه في وضح النهار وكانوا معناها أولاد وبنات وفي مراهقين السن متاعهم ما يتجاوزش 18 سنة وكانوا بصدد تعاطي المخدرات في وضح النهار وعلى قارعة الطريق شنو تحب تعلق نزار أنا باش نعلق أول حاجة على دور الثقافة دور الثقافة لهنا باش نعاود نرجع شوية نجبد شوية من المحور اللي كنا نحكيه فيه قبيلة راهو دور الثقافة في تونس 220 دار ثقافة فما 70 دار ثقافة منها تتوفر فيها الظروف متاع النشاط بقية دور الثقافة ودور الشباب كذلك في تونس اللي كانت في وقت لحظة ما في عهدنا احنا كما نقولوا احنا ولاد الثمانينات وجينيراسيون إيكغريك كانوا تسميوه هما المنفذ لينا احنا ودور الأطفال المنفذ لينا احنا باش نمشيو نتفرهدوا شوية ونوادي الأطفال توا دور الثقافة وكذا مسكرين على حد وقت التلامذة
يعني التلامذة تلقاهم مرتاحين من الدراسة وكذا، تلقاهم مسكرين. هذه ما فهمتهاش لتو اليوم، هذا مانيش فاهم كيفاش دور الثقافة يوم السبت ويوم الأحد مسكرين، كيفاش مسكرين؟ باهي. ثاني حاجة، دور الثقافة هذه كانت دون لو تون هما الفضاءات اللي الشباب يجتمع فيها باش يتعلم حاجات جيدة ويتعلم قيم جيدة للمجتمع. توا كما شفنا في الفيديو السيد رئيس الجمهورية، هذه دار الثقافة تسمى النموذجية في وسط العاصمة، واللي ما زلت اليومين هذا تقبل في عروض مسرحية وسينمائية، فما بالك بالدواخل في تونس. كيفاش في الدواخل؟ كيفاش عايشين في الدواخل؟ معناتها مسكرين جملة مش قاعدين يخدموا على روحهم، بالعكس ولاو فضاءات لي يعني للاستهلاك المخدرات وكذا، وباش يعملوا بهم العريس، باش يلمدوا طرف فلوس. به على أساس الآخر، ونحن نتحدث هنا على يعني ساحة برشلونة وساحة محمد المونجيبالي. مش نقول محمد علي الحامي، المونجيبالي. الساحات هذوما في الدول الخارجية يتم الاهتمام بهم كنماذج للزوار اللي يجيو من البر. انت شفت الصور القديمه لساحه المونجيبالي؟ نعم شفتهم، الزوز هي وساحه برشلونه كيفاش كانوا في السبعينات الثمانينات، كانوا عالم اخر. هذوما كانوا يحطوا فيهم دي ستاتيو للرموز نتاع البلاد، كيما ستاتيو نتاع الحبيب بورقيبه الموجوده في شارع الحبيب بورقيبه، فهمت؟ هذوما لي ستاتيو مثلا في امريكا تلقى فما البريزيدون لينكولن موجود في يعني في المقر نتاع الكونغرس، يعني للاشاده بالرموز هذيا نتاع اللي صنع تاريخ البلاد. علاش في تونس ديما احنا الساحات هذه، ساحات المونجيبالي راهو من ضمن المؤسسين الحركه الكشفيه في تونس، وكان من جماعه اللي كانت تحارب في الاستعمار، واللي يعني قدمت الدم نتاعها، هو رمز الكشافه في تونس هو المونجيبالي. علاش كما كان زار رئيس الجمهوريه قبل ساحه فرحات حشيد على ما اظن في مقرين في الضاحيه الجنوبيه، الوقت اللي كانت في حاله يرثى لها. فرحات حشيد وما ادراك هو من كان اللي يقود الحركه الوطنيه وقت الناس الكل في الحبوسات، ولا تم القضاء عليه، تم قبل ما يتم اغتياله. يعني نشوفوا انه البلاس نتاعو ولا الساحه نتاعو في الحاله هذيك. علاش علاش البلاد هذه ما تهتمش بالرموز نتاعها؟ لان في الاهتمام بالرموز والاهتمام بالتاريخ نتاعها، راهو من خلاله هذا تجم تبني حاضرها، تجم تبني مستقبلها. واضح رياض. والله خليني بداية من حيث الشكل، نرى أنه السيد الرئيس مواصل في سياسة القرب اللي اعتمدها منذ صعوده إلى رئاسة الجمهورية منذ 2019، يعني يحاول في كل مرة أن يقوم بزيارات ميدانية ويستمع إلى عدد من المواطنين ويستمع إلى مشاغلهم ويطلع شخصيا وبشكل مباشر على مشاكلهم وعلى انتظاراتهم، وهذا في الحقيقة مهم ومهم جدا، وعلى خلاف الحقيقة ما عشناه مع بعض الحكومات ومع بعض الرؤساء في السابق، خاصة بعد 14 جانفي 2011، وهذا كما قلت مهم ومهم جدا. ومن حيث المضمون، السيد رئيس الجمهورية يضع إصبعه على احد مكامن الداء في تونس، وعلى احدى المشاكل التي تؤرق كل المواطنات والمواطنين، وهي النقل. راهو ما عندك حتى فكره على معاناه التونسيات والتونسيين في النقل منذ فما وصلنا توفيت الخامس في الدندان بالضبط. منذ ساعات الصباح الباكر تلقى اللي يخدم السته ولا السبعه يلزم يفيق ما ثلاثه باش يخلط على الخدمه، واللي يكمل الخدمه السته يوصل للدار العشره ولا 11، وهذا راهو اثر كثيرا حتى على مردوديه الموظفين ومردوديه العملاء والعاملات، واثر حتى على الانتاج والانتاجيه والمردود، يعني حتى في المعامل وحتى في الادارات التونسية. وبالتالي هذه من تفاصيل الحياة اليومية اللي تهم المواطن، شأنها في ذلك شأن التعليم، شأن الصحة، شأن البنية التحتية، والكثير من المجالات والميادين الأخرى. أي. بالنسبة راو كيف نحكيه على المسبح البلدي بالبلفيدير، ولا نحكيه على دار الثقافة بن رشيق، وإلا ساحة برشلونة، هذه راهو من الـ خلينا نقول المعالم الرمزية والتاريخية اللي تعني الكثير بالنسبة لتاريخ تونس، بالنسبة لذاكرتنا كذلك الوطنية والجمعية، ونحبوها ترجع إلى سالف نشاطها وتعود في حلة جميلة وجيدة كما عرفناها، لأن المعالم هذه ذكرى يوجه البلاد التونسية، والمعالم هذه يحتفلوا بها. راهو حتى عندنا محل تليفون حاضر، ما حتى في أوروبا، في فرنسا، في إسبانيا، في مثلا عندهم بلاصة زرتها أنا اسمها ساغرادا فاميليا، يبنيوا فيها عندهم سنوات وسنوات، وهم يعملوا في الأشغال ويبنيوا ويعاودوا، لأنها كنيسة يعتبروها رمز
سياحي ورمز ثقافي في برشلونة في إسبانيا. فمهم أنه أي خاطر نسمع في الأيامات هذوما حتى من يحاول تبخيص هذه الأمور ومن يحاول تبخيص ترميم المسبح البلدي بالبلفيدير قالوا لا مرة إنجاز. كيف هو إنجاز؟ كيف هو مش إنجاز؟ علاش أنتم ما عملتوش تلات عقود وتلات سنوات؟ معناتها باش تشوف كما قلت لك راهو من باب خالف تعرف يلزم ديما في كل موضوع جدي في كل حاجة باهية تم المواطنين يلزم نلقاو ديما المزايدين والمشككين. هكاك راهو مجانا عودة كل المعالم الثقافية والتاريخية والوطنية اللي تحكي تاريخ تونس واللي تتحدث على رجالات مروا من هنا، رجالات كبار بنوا الدولة هذه، وإلا معالم ممكن الناس تراها لكن راهي مهمة في تاريخ الذاكرة الوطنية ومهمة أيضا بالنسبة للمجتمع التونسي. وزارة الفلاحة توضح شيء اللي تم تداوله بخصوص حول سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون. أوضحت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم أنه بالنسبة للموسم الحالي 24-25 لزيت الزيتون وتبعا للشروع في عمليات جني وتحويل الزيتون بمختلف الجهات يتولى الديوان الوطني للزيت متابعة تطور الأسعار لزيت الزيتون والتي تبقى مرتبطة بالسوق العالمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة قصد النظر في الآليات المناسبة لدعم برنامج الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون البكر الممتاز، ولم يتم بعد دراسة السعر الأنسب. يا فرحة ما تم تنقل لك عليش. ويأتي هذا البلاغ طبعا لما تم تداوله مؤخرا من قبل بعض الجهات التي اعتبرتها الوزارة غير رسمية بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي 24-25 وحول تكفل الديوان الوطني للزيت بتزويد السوق المحلية بزيت الزيتون المدعم بسعر 15 دينار للتر الواحد على غرار موسم 23-24. أوضحت الوزارة في بلاغها بأن الديوان الوطني للزيت تولى خلال الموسم الماضي ترويج 7.5 مليون لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز من السوق الداخلية، أي ما يمثل 25% من الاستهلاك المحلي بسعر تفاضلي ب 15 دينار للتر، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وقد لاقى هذا البرنامج الوطني استحسانا من قبل المواطنين. والحقيقة كان زيت ممتاز، أنا خذيت وكان كان زيت ممتاز. سي معز بن عمر المدير التجاري للديوان الوطني للزيت، مرحبا بك. مرحبا، شكرا لك وتحية لضيوفك الكرام. كيفاش توا معناتها إترة الزيت ماهيش ب 15 دينار كما سمعنا احنا وفرحنا وقلنا باش نشريو الزيت ب 15 دينار؟ لا انا حبيت هو يعني الدول في الايام الاخيره يعني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام تم تداول وحديث كبير على مستوى الاسعار بالنسبه للموسم الجديد 24-25. ان شاء الله يكون موسم ان شاء الله ممتاز ان شاء الله، ونعرفوا كونه الانتاج باذن الله ان شاء الله مش يكون في الموعد، وان شاء الله فما ارتفاع هام في مستوى الانتاج الوطني وهذا مؤشر ايجابي كمواطنين اللي باذن الله يعني باذن الله الانتاج يكون معناتها هام ويمكن ان شاء الله باذن الله على غرار الموسم الفارض يعني المواطنين باش يقتنيوا ان شاء الله زيت الزيتون كمنتوج وطني، وبطبيعه الحال ديما نقولوا باسعار مناسبه على خاطر احنا ديما نحبوا السوق الوطنيه السوق الداخليه يعني الاستهلاك نحبوا نشجعوا عليه ونشجعوا الزيوت يعني النوعيه الجيده البكر الممتاز كيما عملنا البرنامج الوطني لموسم الماضي وهذا يعني نحبه بطبيعه الحال نواصلوا فيه وندعموه اكثر، وهذا هو التوجه العام، وان شاء الله بطبيعه الحال يعني يكون موسم واعد على جميع المستويات. معناتها نفس الخطه موجوده نتاع خطه السنه الماضيه هي توفير زيت الزيتون بسعر 15 دينار والحقيقه اللي هو زيت ممتاز جدا موجوده، لكن لم يتم الانطلاق في الخطه لانه ما زلتوا تستناوا باش تشوفوا الصابه لوين ماشيه بالضبط، هكا حسب ما فهمت. هو خليني انت قلتها والبلاغ التوضيحي اللي صدر من قبل وزاره الفلاحه والموارد البحريه والمائيه اليوم هو جاء ليوضح يقدم التوضيحات التالية اللي ذكرتها أنت، وخليني جيت نعرج ونقول لأول مرة البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي الموسم الماضي يعني كان في حدود 25% ربع الاستهلاك المحلي، وهذا هام جدا يعني تدخل كان مميز تدخل هام يعني بأسعار تفاضلية يعني نتذكروا الموسم الفارض كون زيت الزيتون تداول معاه أكثر من 20 دينار
لتر، وكان السعر 15 دينار هو سعر حقيقة تفاضلي بجودة مميزة، وهذا يعني ما خلى يعني الاستحسان بالنسبة للمواطنين، جميع المواطنين استحسنوا بالبرنامج هذا والنوايا الجيدة. واضح يعني. إن شاء الله بالطبيعة ثم تواصل، هو ثم تواصل. يعني دائما شو نقولوا احنا قد ما يبدا بالطبيعة الحال نحبوا ديما يعني ثم زوز زوايا. أول حاجة يعني التشجيع على التصدير هو مستمر، وهذه يعني تطبيق العملة الصعبة، ويهم بلادنا باش يعني نشجعوا وندعموا أكثر صادراتنا اللي هي سنة يعني فاقة 5 مليار دينار العملة الصعبة، وهذا هام جدا لتوازنات المالية، وهذا هام جدا. لكن في المقابل بطبيعة الحال قد ما يبدأ كيف كيف نحبوه السعر يكون مناسب على مستوى التصدير ويعطي المردودية لكافة المدخلين في القطاع من الفلاح إلى المنتج إلى المحول إلى المصدر والمعلب، قد لا يهمنا كيف كيف المواطن التونسي باش هو بيدو يكون عنده أكسي، يكون عنده مجال باش يقتني المادة هذه بسعر يكون مناسب. احنا توا داخلين في بداية حال اجتماعات على مستوى في التنسيق مع وزارة بداية حال كافة الوزارات الأخرى المعنية، وإن شاء الله نتوصلوا باش يعني نحدوا كيفية والآليات مثل التدخل بداية حال، والسعر هو باش يكون بداية حال معناتها بعد يكون مدروس على حسب المنحة وتطور الأسعار. شكرا لك. شكرا لك سي معز بن عمر المدير التجاري للديوان الوطني للزيت، وإحنا نتمنى وإن شاء الله تكون صابة وفيرة جدا، وإن شاء الله نشري وزيت بأسعار تفاضلية، خاصة أنا كسيت ذيك متاع 15,000 إن شاء الله يتوفر هكا بي. لا ممتاز بيه. أنا شريت منه ممتاز. صابة باش تكون 340,000. فما خبر آخر به بربي ديديكاس لرياض، خاطر يحب يسر الأخبار الإيجابية. استأنف أول أمس أعوان شركة فوسفات قفصة بإقليم أرديف وتحديدا مغسلة الفوسفات عملهم بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات، وذلك إثر إعلان عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل فك اعتصامهم. أكثر تفاصيل في التقرير التالي للزميلة آمنة السليتشي. بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات، استأنف أول أمس أعوان شركة فوسفات قفصة بإقليم رديف وتحديدا بمغسلة الفوسفات عملهم، وذلك بعد أن فك عدد من المعطلين عن العمل المطالبين بالتشغيل اعتصامهم. ويأتي فك هذا الاعتصام في إطار جلسات بين المعتصمين والسلطة المحلية والجهوية لإيجاد حلول لهم. واعتبر الملحق الصحفي بالشركة مراد سليمي في تصريح للإذاعة الوطنية إلى أن هذا الاستئناف يعتبر حركية جديدة تشهدها شركة فوسفات قفصة في إنتاج الفوسفات، كما أشار إلى تكدسي ما لا يقل عن 1.4 مليون طن من الفوسفات التجاري القابل للوسق بمغسلة الفوسفات بالرديف. عودة نشاط هذا الإقليم يعتبر مكسب لشركة فوسفات قفصة، مما قد يساهم خلال السنوات القادمة في الترفيع في إنتاج الشركة من 4000 مليون طن إلى 6.5 مليون طن. ويعود توقف العمل بمغسلة الرديف إلى شهر نوفمبر من سنة 2020، وكان مجموعة من طالبي الشغل لا يقل عددهم عن 60 شخص طالبوا السلطات بتطبيق اتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات تهم تشغيل في شركة فوسفات قفصة أو في إحدى المؤسسات المنتفعة عنها، وهي شركة البيئة وشركة نقل المواد المنجمية. وتسبب الاعتصام في عدم التحاق نحو 280 عون وإطار بعملهم بهذه المنشأة منذ 4 سنوات، وفي حرمانهم من كل المنح المرتبطة بالإنتاج والوسق، وبالتالي في انخفاض أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة. كما تطهر معدل الإنتاج السنوي من الفوسفات التجاري بمغسلة الرديف في الفترة الممتدة من 2011 و2020 ليصل إلى 400,000 طن في السنة مقابل 1,000,000 طن في سنة 2010. كما تسببت اعتصامات طالبي الشغل برديف في تعطيل وسق مخزون هام من الفوسفات التجاري لا يقل حجمه عن 1.5 مليون طن نحو حرفاء شركة فوسفات قفصة من مصنعي الأسمدة الكيميائية انطلاقا من رديف. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أدى زيارة غير معلنة السنة الفارطة إلى ولاية قفصة والتقى مجموعة من المعتصمين. وفي حديثه مع هؤلاء المعتصمين قال رئيس الجمهورية إن تونس اليوم في حاجة إلى الفوسفات وإلى كل ثرواتها الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وإنه من الضروري أن يسترجع قطاع الفوسفات اليوم نسق إنتاجه العادي. كما أكد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تفرط في شركة فوسفات قفصة، وعلى ضرورة معاقبة من وصفهم بالفاسدين الذين تسببوا في إفلاس الدولة والمؤسسات العمومية. كلمة باش نمشي ونستقبل ضيفنا رياض، تفضل. والله بداية من المفيد أن نذكر بزيارة رئيس الجمهورية بتاريخ جوان 2023 للرديف، و
تواصلوا مع هؤلاء المعتصمين الذين فكوا اعتصامهم مؤخرا وأعادوا الحياة وأعادوا الإنتاج للفوسفات في أرديف بعد اعتصام دام لأربعة سنوات، استجابة منهم لرئيس الجمهورية واستجابة منهم للسلطة، وهذا مرة أخرى وكما قلت نربط حتى بتعليقي فيما يتعلق بالزيارات الميدانية اللي قم بها السيد رئيس الجمهورية، هذا راه مهم ومهم جدا حين يكون الحاكم يتمتع بثقة عالية ويتمتع بمصداقية عالية مع الناس ومع المواطنين. بعد اعتصام دام لأكثر من أربع سنوات وبعد تقريبا سنة أو بضعة أشهر من زيارة رئيس الجمهورية إلى الرديف، اليوم المعتصمين يفكوا الاعتصام متاعهم، وبالمناسبة تحية لهم لأنه هذا السلوك ما ينجم ينم كان على وعي كبير وعلى تحلي بمسؤولية وطنية كبيرة. ونحب نذكر بزوز أرقام ونختم سامحني، راهو إنتاج الفوسفات في تونس تراجع بحوالي 5 مليون طن بين سنة 2010 و 2022 سنويا، وهو ما خسرنا في حوالي 10 مليار دولار. معناتها باش تفهم حجم الكارثة اللي حلت بالفوسفات خلال العشرية السوداء، وثوابت الاقتصاد الوطني التونسي راهي معروف، أحلام فلاحة خدمات وأساس السياحة والفوسفات. إذا نرجع لثوابت الاقتصاد الوطني التونسي ونحلوا المشاكل اللي تمس القطاعات هذه، بقدرة ربي لا نحتاجوا لا صندوق النقد الدولي ولا غيره. تفضل نزار. 20% قيمة الصادرات تاع 20% قيمة صادرات الفوسفات من قيمة الصادرات التونسية الكل. يعني هذا رقم كبير ياسر. به توا نعيشوا في وقت انه اسعار الفوسفات قاعده تتزاد شهر بعد شهر. صحيح. كان من 1200 توصل ل 1200 دولار للطن الواحد. لو احنا نتلهاو ويرجع للانتاج اكثر، مثلا نقولوا احنا بمليون ولا بزوز ملايين، نجم ناكد لك ان البالانس كوميرسيال او الميزان التجاري نتاعنا ممكن يزيد يتعدل اكثر ويخرج من مرحله العجز رويدا رويدا. واضح. فهمت؟ واضح. نشكركم برشا برشا. فاصل ونرجعوا نستقبلوا ضيفنا.